بعض الناس يا جماعة يا شيخ بدي اطلب علم. يا اخي طلب العلم له شروط. شو الشرط الاول؟ يكون عندك وقت، فما يكون دوام شغلك طويل. قال عندي وقت. انك ما تمد ايدك للناس، ما بمد ايدي للناس. يكون عندك رجاحة عقل، والحمد لله شايفني انا اوائل. طيب خلينا نبدأ. كل مرة بتلاقي طلعت له شغلة صرفته عن العلم مباشرة. اعطيه مسألة رياضيات، فيزياء، كيمياء، بحلل لك اياها في ايش؟ وبسهر الليالي. قل له معلش بدي اعطيك كتاب المجسر في القواعد الفقهية تاع الشيخ سفيان تقرأه تدرسه. يقول لك ان شاء الله بس اعطيني 5 سنين. بعطيك كتاب كالكولاس. كالكولاس انسى الموضوع، 3 ايام بس اعطيه بكون مخلصه. كتاب كله معادلات تتفرج فيه هيك بصير بدك تنجلط من كثر المعادلات المعقدة. وهذا 3 ايام هو قرآن مش راضي يحفظ، بده يحفظ القواعد الفقهية. جاي تقول له توفيق من الله يا جماعة. هاي نقطة مهمة، هاي الآية اللي ذكرها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، تستطيع تعطي عليها 10 خطب جمعة، بس نسبة أي فضل لك تنسب الفضل إلى من؟ إلى الله. أي فضل بصير معك قل بفضل الله. صار عندك علم بفضل الله، حضرت الدرس بفضل الله. يا جماعة ناس عاشوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما رضوا يدخلوا في الإسلام، وبس ما مات النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا في الإسلام. راح عليه فضل الصحبة، هو مخضرم مسمى، بينه وبين يصير صحابي انه يسلم فيه. ما اسلم هو، لكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة الا بالله. الفضائل